اسمعني لحلو لحلو اسمعني انا اختك اسمعني تفضلي. هاد البوقال انت راك مزوج ايا سيتادير وجايك الفرح من جهه اخرى من جهه وحده اخرى كل واحد يديرها على حساب حياته. بالك يجيك سيتكم شباب في خاتم في خاتم خاتم يعني حاجه ورد. حاجه مليحه ماشي يحب يقول خاتم يعني خاتم يعني احنا عندنا غير يجيك الورد يجيك مثلا عمل الورد اختي كانت كاينه زويجه ودابزوا عليها بنيات نوض كي قال لك اسامه صاحبي في كلامه انا انا اختي هذا واحد صاحبي نعرفك ومريح معاه يقول لي عندنا زويجه باه نبيعوها عندنا زويجه ورد عندنا قلت له شك حاسبها ايفوك ولا شك حاسبها اخر دير 30 ميل هذيك الجا مصديه كاع وكيما كان الحال تيرا بها على 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 على, على, على الحجله الزابش رصاصه ولات عندها سبحان الله نيف من الفم ما شويش فيه وقعد يقول لي قال لي ما قصدش هضرت عنده والله الله يشافيه هذا اسامه صاحبي تلاقيته مخسر منه قلت غير نجم قلت لها يا درا كيش ضربت كي حسيت قال لي ها صوره للان مسكين ويكون جمع معنا زيد لنا مالك يحس في ودنا هكا في ودنا الان اسامه خويا الله يقول لك الله يشافيك اسامه بالهبال الله يشافيك وان شاء الله تبيعوا الزويجه مازال يقول لي نبيعوها مازال دبر راسك بيع الزويجه وتشوفها وتسرع يلا سيتادير لحلو هذا العام ان شاء الله يجيك ان شاء الله عقد تاع عمل يكون مليح يكون في حاجه ان شاء الله يزيد لك في الراسيت ان شاء الله ما فيهاش بيسين وشي لا لا بيسين لا لا بيسين براسلي كرهته ما قديش وانت شومبرا شاب يلا هدى وشنو هو موضوع السهره؟ اذا الموضوع تاعنا تاع السهره هو تصوير مائده رمضان ونبارطاجوها في لي ريزوس حنا كيما على بالنا انه رانا في الجزائر ونعرفوا باللي الجزائر ما فيهاش غير الاغنياء فيها الطبقه الغنيه الطبقه المتوسطه وكذلك الطبقه الكادحه وحنا كيما كل بلدان العالم كل بلدان العالم نعم وكيما على بالنا ثاني حنا كي لحق رمضان كيما شوفوا الجمعيات الخيريه ولا الهلال الاحمر الجزائري ولا دائما يدرقوا في رمضان وعلاش باسكو على بالهم انه فيها عائلات معوزه اللي ما عندهاش باش تاكل باش تكسر رمضان باش تقوت في رمضان ماشي معناتها ما عندهاش باش تاكل معناتها غير الماكله بالك من داك هاد الناس اللحم ولا الدجاج ما يتلاقاوش به في رمضان ولا ثاني تاع طول السنه تما تلقاهم يتعشاو تلقاهم يفطروا يا ربي بكسره ولا بكاش حاجه خفيفه باش يكسروا بها ينحوا بها هذيك لاكوت ديالهم هذا ما كان والحاجة الثانية كذلك ماشي معناتها الناس اللي راهم يصوروا ويبارطاجيو في لي ريزو سوسيو معناتها هذوك الناس راهم يشوفوهم غير اللي ما عندهمش كاين ناس مرض كاين بالك نساء يتوحموا بالك ناس مرض اللي يتشهوا واش راهم يبارطاجيو هاد الحاجة اللي خلات المجتمع ديالنا بالك هما يقولوا لك بان فوالا شوفوني واش طيبت وهذيك لا غوسيت بصح انت تقدر بصح انا تشهيتها وما نقدرش نطيبها كيما راكم دايرتها في لافوتو وهذوك الناس اللي ما عندهمش بالك اصلا لي زيبيس هذوك لا كي دايرتهم ما عندهمش اذا هنا نعاودوا نولوا المجتمعات تاعنا القديمه اللي ترباو عليهم كان نهضر المجتمعات القديمه اي نهضر لك على جيل الستينيات والخمسينات اللي ما كانوش هكا نروحوا بالك لديور القصبه ولا نروحوا بالك لي باتيمون ولا بالك نروحوا للجيران تاع زمان اللي كانوا كيطيبوا ماكله هذا يشم هذيك الماكله ما يقدرش ما يبعثلوش طبسي يذوقوا بيناتهم يخافوا لا يتشهاو الان حقنا في وقت نبارطاجيو وما نخموش انه هذوك الناس يتشهاو عندهم مريض ما عندوش واش ياكل بالك عنده هذيك الحاجه وعلاش حنا دوكا ما لحقناش ما راناش في هذيك العقليه تاع نتبعوا جدودنا ولا نتبعوا مالينا واللي ربونا ان ما نشهيوش الناس بالك نجيب هذيك الحاجه شويت ما تفكرش برك له البارح نجيب حاجه نص ياكلها والنص ما ياكلهاش وتقعد له دائما في قلبه باغ كونتر كيما سبقت وقلت لكم انه تاع زمان لا كان بالك هذا كيطيب شخشوخه وهذا كيطيب عدس يذوقوا في ما بيناتهم فوالا وانا ماذا بيا انتم ثاني تكملكم هنا ما شاء الله عليكم تعطوني ثاني رايكم في هذا الموضوع تاع تصوير مائده رمضان وتبارطاجوا انا جو سوي كونتر يلا جامي درتها وباذن الله ما راحش ندير يلا. انا ضد الفكره ضد الفكره لانه حنا الشاويه نقولوا ذوق و كل اسمعي اسمعي كل وفرق ولا كل وضرق كل وضرق ولا كل وفرق لا كل وفرق سيتادير كل وفرق ومدلهم ولا كل وكل بتخبيه صافي كي نقولوا هذا المثل ما انا ما نصور المائده تاعي في الوقت الماضي كنت نصور بصح هذا العام ما صورتش ما وان شاء الله ما نزيدش نصورها كاع
واش كتب ربينا كله ومنش حتى واحد، خاصة ما يحدث بفلسطين بفلسطين يحق علينا الناس ما لحقتش عليها. فوالا لحلو. انا نصور باش نصور غير طعام على كي يكون كاين مشوي ما سقاش نصوره، عاش ما عندي سنين باش ناكله عجله ولا فمي. ها ونكذب على خوتي، هذا راني شاريه ب 10 درهم وديرها مقلب الزن قدام غير باش مين طلع شنافتي يضحك وحده. والله الا بصح كاعدين نضحك انا مقلبي. ها راك حاسبين راني نضحك؟ لا الوجه تكرش من الهم هذا مكان. لا غير الهم تكرشك. ها ما قدرتلكش كاين كي يكون. انا نقول والله اللي يصور الماكله تاع الفيديو نتا مخلوع خويا وجيعان ان شاء الله هط. وكي تصور الماكله مانيش باغي نزيد نقول كلمات. صاي فهمناك او الحق الميساج. والله العظيم عيب عليك انت مخلوع فوالا باش تصور الماكله تاعك وتاع علاه كاين اللي عندهم محتوى تاع الطبخ هذوما الطباخين اللي شاف باينين بصح لهم. لا هذوك من اجل غوسيت الوصفه.